كل يوم أربع بنحاول أن نرصد أهم الأحداث اللي بتحدث بشكل يومي ومتلاحظ جدا على مستوى الشارع السياسي المصري وأيضا على المستوى المصري بشكل عام. النهاردة هيكون معانا في هذا التحليل اللي هيكون زاخم جدا، يا رب نلحق بس نخلصه كله، ضيفين متميزين جدا. النهاردة هيكون معانا الأستاذ الكاتب الصحفي حازم منير، رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. وأيضا هيكون معانا الأستاذ جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والحركة الوطنية للتغيير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يعني خلينا نبتدي على طول بموضوع هو شاغل القوى السياسيه وشاغل الشعب المصري عامه، يعني وتحديدا بيان المجلس العسكري ويمكن بيان رقم 28، واللي طبعا حصل انقسامات في بعض الاحزاب السياسيه، وغير كده كمان يمكن دكتور ابو الغار سحب بعض التوقعات او الامضاءات او الكلام ده كله. عايزين نعرف بس، يا ريت حضراتكم تقيموا لنا المكاسب والمخاسر والخسائر من هذا البيان. انا اسف. موضوع كبير. أولا هذه المطالب لم تحقق طموحات القوى السياسية. أنا عايز أذكر بس أن السيد رئيس الأركان قعد مع الأحزاب لمدة 8 ساعات واتفق وكل الناس أجمعت على أن احنا عايزين القيمة النسبية المطلقة. لا صحيح يا فندم، ده كان طلب يمكن من المطالب المطروحه من الاول خالص. والمطالب الاخرى بقى الغاء حاله الطوارئ والمحكمات العسكريه وتطهير الدوله من الفاسدين، قانون الغدر وقانون العزل. واخد بالك، كل المسائل دي كانت مطروحه. ولذلك سالوا بعض الاحزاب، انتم ما رحتوش ليه اللقاء الاخير؟ قالوا ما المطالب موجوده، هنروح تاني نعمل ايه؟ هو كتر كلام. ففوجئنا بان في 14 حزب، في دوش اثنين حزبين معروفين اللي هو الاخوان العداله والحريه، مش عايز اقول الاخوان بقى عشان بقوا سياسيين دلوقتي، ضروري نتكلم على احزابهم يعني. فالعداله والحريه والوفد دول الاثنين اللي والتاريخ هيحاسبهم حساب عسير الاثنين، لانه لما احنا نجمع كل الناس تجمع على طلب معين وهم يخرجوا ويوقعوا، عملت انشقاق بقى الحكايه دي. ده صحيح. العدل الاخ مصطفى بيتحاكم، الوفد والاخوان برضه بتاع طبعا، لانه ما فيش كونسنسس، ما فيش توافق. ده ما ينفعش. فاحنا عاملين بكره يوم الجمعه ان شاء الله عاملين تظاهره كبيره بنحتج على هذا البيان، وان احنا عايزين قائمه نسبيه مطلقه، عايزين عزل سياسي مش غدر سياسي، مش قانون الغدر. قانون الغدر ده قال في البيان انه عشان تعمل ضروري تثبت قضائيا ايه؟ ده يكون دخل الانتخابات وهم بالظبط، واحنا لسه هنستنى اهم عاملين هيجان وبتاع على قانون الغدر. لا، هو العزل السياسي. انا بس عايز اقول على حكايه العزل السياسي دي، في كل انحاء الدنيا، جنوب افريقيا نموذج التسامح، ها؟ بعد ما حصلت بتاع الاتحاد بتاعهم عملوا عزل سياسي. لا صحيح. حاجه مسبوقه، يعني مش ممكن انت تساوي ما بين الذي افسد والذي تربح والذي اجرم والذي، مش عايزين نقول كل الجرائم اللي عملوها بالناس الثانيه العاديه اللي ما ينفعش. هو قانون مهم جدا ويجب مراجعه العزل، مش الغدر. انا بتكلم على العزل السياسي. صحيح. مش الغدر. طب ما فيش اي مكاسب من هذا وهذا البيان؟ كلها سوف ينظر في الامر، يعني سوف ننظر في امر الغاء الطوارئ، وسننظر في امر مش عارف ايه تسويفية، وسننظر في امر تنظر ايه ده اللي بتاع هيفتحوا باب الترشح يوم 12 اكتوبر. فانت الحاجه الثانيه انه لو بس نبتدي نتكلم على الانتخابات اللي جايه تبقى ازاي، ده موضوع تاني. بس انا عايز قصه تانيه، بس خلينا حلالت حركه دارك فيه استاذ حازم. الحقيقه موضوع الانتخابات اللي جايه هو في صميم السؤال اللي حضراتكم سالته. طبعا يا فندم، لانه الاجتماع اللي تم زاد من حاله الارتباك اللي حصل في المجتمع، ارتباك المشهد السياسي اللي حصل في المجتمع، زي ما الاستاذ جورج قال انه عمل نقل جزء من المشاكل لداخل الاحزاب نفسها، وفي عدد من الاحزاب بقى عندها مشاكل داخليه فعلا بسبب هذا البيان. ايضا احنا دعوه الناخبين صدرت خلاص، ويوم 12 في فتح باب الترشيح. اعتقد شيء غريب شويه من نوعه انه بعد 5 ايام او 6 ايام او اسبوع هيبقى في دعوه الناخبين، وعفوا هيبقى في فتح باب الترشيح، واحنا حتى الان ما نعرفش بالظبط ايه طبيعه النظام اللي بنتكلم فيه، ايه القانون اللي هيتعمل، ايه الدوائر، فين المرشحين ينزلوا، في انهي دايره يشتغلوا. ده اسمه عشوائيه التشريع. عشوائيه التشريع سببها حاله الارتباك الشديده اللي حصله واللي عاملين نزيدها، رغم ان خريطه الطريق واضحه. احنا في المجلس الاستاذ جورج كان بيقود هذا الاتجاه، ان عملنا مشروع قانون من بدري جدا اسمه القايمه النسبيه
حتى ما لناش الحزبيه القايمه النسبيه المغلقه ودينا حق المستقلين ان هم يشكلوا قوائم وقلنا الاحزاب تشكل قوائم وتبقى الانتخابات على مستوى الجمهوريه بالقوائم والنسبه اللي هي البوابه او السلمه اللي بندخل منها للبرلمان تكون تساوي عدد مقعد واحد في كل دائره بحيث احنا هدفنا في الانتخابات الجايه ان البرلمان اللي هيعمل الدستور يكون متنوع التشكيل في كل الاتجاهات ان شاء الله يكون في على اقصى يمكن طبعا الشكل المثالي مش عارف نوصله. حازم انا عايز بس اسالك سؤال وسالته لطوب الارض يا ناس انتوا عملتوا 30% لصالح مين؟ حد يرد عليه؟ ده صحيح مين اللي مين دول اللي معمول لهم البتاع الطبخه سابقه التجهيز دي لصالح مين؟ حد يفهمنا اذا كنا كلنا مجمعين على ان احنا عايزين القائمه النسبيه تقوم انت تعمل هو عند طيب يا فندم كل المطالب يعني كلها المطالب والمطالب كلها يا ست الكل برضه حازم اثار نقطه الدوائر ده فعلا الدوائر اللي لحد هذه اللحظه لسه مش عارفين الدوائر التي نشرت في الاهرام قالوا دي نوادر مش حقيقيه مش هي. المشروع الثاني أسوأ من الاولاني يعني مثلا المحافظه زي الغربيه دي فيها دايرتين شوفي بقى عايزه زي ما واحد قال من المرشحين قال لك ده عايز طياره هليكوبتر عشان افوت على المسائل ابسط من كده بكتير هما بيصعبوها عارف اقول لك بقى ليه بقى القصه دي ملخبطه عشان وزاره الداخليه لسه بتشرف على الانتخابات لغايه دلوقتي السيد اللي هو قمصان اللي هو اشترك في او كان موجود ساعه تزوير انتخابات 2010 موجود دلوقتي ها وبينظم المساله هل ده معقول هل ده معقول معاه 28 عميد ولا عقيد ولا وبينظموا المساله امال اللجنه المستقله للانتخابات دي بتعمل ايه عايزين نفهم بتعمل ايه طيب. احنا بنتكلم بس اقول لك حاجه شريف دقيقه واحده فضل. يعني احنا بنتكلم دلوقتي على الانتخابات القادمه في حاجه اسمها الورقه الدواره ها عارف الورقه الدواره ايه بتطلع بتتصور وتلف بتتصور وتلف عايزين نعملها بشكل مختلف فين اللجنه العليا للانتخابات دي اللي بتوضب الانتخابات اللي هتفتح البتاع كمان يا ناس مش كده التباطؤ ده سخيف وبايخ وملخبط الناس عايزين وده مطلب عارفه حازم كويس قوي ان احنا عايزين لجنة مستقلة للانتخابات من القضاء غير قابلة للعزل عندها ميزانية متخصصة والداخلية تبعد خالص يسلموا الأوراق بتاعة الناخبين للجنة دي من أول الترشيح لغاية مين اللي هياخد أوراق الترشيح الشرطة ولا اللجنة العليا للانتخابات بنكرر نفس نفهم بس ايه الموضوع بنكرر نفس القصة تاني فكرة الهيئة المستقلة اصلها مش مسألة انها تبقى هيئة من القضاء بس ده ليها جهازها الإداري وجهازها طبعا. الفني المعاون طبعا. بتشتغل ما بتشتغلش وقت الانتخابات دي بتشتغل على مدار الفترة ما بين الانتخابات تعد تشريعات تطرح افكار حول التشريعات تطور من واقع إداري تطور من جدول يعني التنظيم مهم يعني هي ومطلوب جدا بتشتغل مسؤول عن الانتخابات حتى لو فيش انتخابات تمام. هي مسؤول عن الإعداد للانتخابات القادمة لا وفي كمان غير كده كمان حق المصريين اللي في الخارج في التصويت في الانتخابات دي معركه الاستاذ جورج دي دي معركه الاستاذ جورج يعني ده لحد دلوقتي لسه ما حسمش برضه يعني دي معركه الاستاذ جورج فعلا حازم يعني انت مثلا اللجنه العليا للانتخابات دي هيخشها بعض القضاء المتهمين فعلا بانهم زوروا الانتخابات عايزين نشوف اللجنه دي مين الله احنا بنشتغل في تنظيم سري بالزبط. الناس تعلن ايه الموضوع ايه رئيس اللجنه ده مين واعضائها طيب. وعملوا ايه زي ما بيقول حازم عملوا الهوم ورك بتاعهم زي ما بيقول حازم دي مساله تمام احنا مش خطا احنا دينا مواضيع كده عايزين نتكلم فيها فيعني وصلت المعلومه النهارده في مؤتمر صحفي لشباب ائتلاف الثوره القوى الوطنيه وعدد كبير من مرشحي الرئاسه ايضا هيكونوا في هذا المؤتمر هذا استاذ زياد ممكن تقول لنا ايه القرارات المفروض تعلن عنها في هذا المؤتمر استاذ حازم انا اسف يعني انا في حدود معلوماتي ما انا متابع هنا بقى مش حقوق انسان هنا كصحفي في حدود ما انا متابع انه ائتلافات شباب الثوره مسجله تحفظات شديده جدا على نتائج الاجتماع اللي تم بين 13 حزب وبين المجلس العسكري وانهم بيطرحوا رؤيه مختلفه لهذا والحقيقه هذا التباين مش من دلوقتي التباين ده من فتره طويله لانه الشباب متبني فكره الشرعيه الثوريه وبيطرح فكره الشرعيه الثوريه الحقيقه مصر اتنقلت من طريق الشرعيه الثوريه الى طريق رجعت مره ثانيه لطريق الشرعيه الدستورية او القانونية من وجهة نظر المجلس العسكري وانصاره وبالتالي انت بتتكلم على انا بقى هنا ده تقول بتكلم مهنيا كصحفي فبرصد واقع بتتكلم على حالتين او ظاهرتين موجودين جوه المجتمع ائتلاف شباب الثورة عشان نرجع للموضوع تاني اعتقد المؤتمر الصحفي النهاردة قراراته كلها هتبقى صبة في اتجاه الشرعية الثورية استاذ جورج اكيد عندك بس طبعا لا انا بس عايز اعلق على كلام حازم ان انا حاسس دلوقتي وخايف اقول الكلام ده احسن الناس تزعل ان انا في عصر مبارك مش قرطه الله
مفيش حد بيتغير، مفيش حد الثوره ما وصلتش للناس. انت روح المحليات يا استاذ وشوف الناس بتفكر في الثوره ازاي. الفلول موجودين والموظفين التقليديين موجودين والادراج مفتوحه و100 فل الدنيا. الله، نتكلم على التطهير. ايوه، الاجتماع المعمول ده في كل القوى السياسيه، وانا عايز اخلص بدري عشان الحق الاجتماع. حاضر يا فندم، حاضر. طيب خلاص، فهم طبعا معترضين زي ما بيقول حازم انه على ما حدث هذا لم نتفق عليه، ونريد ان نرجع الى المطالب الشعبيه بتاعت القوى الوطنيه كلها. بص بقى، في نقطه مهمه وجوهريه. زي ما احنا بنحترم المجلس العسكري وشايلنا فوق دماغه، ضروره اكون احترمنا ونشيلنا فوق دماغه. تاكيد يا فندم، يعني دي مساله مش عايزه اي مناقشه فيها. طبعا نحن أصحاب المصلحة العليا وهم يحموا هذه المصلحة. السيادة للشعب يا فندم. بس إحنا الأول. طبعاً الشعب الأول. واللي نقوله إحنا هو اللي يمشي. طيب. بس أقول نقطة مهمة جداً بعد إذن حضرتك. اجتماع ائتلاف شباب الثورة النهاردة أو أي مؤتمرات للشباب بشكل عام، وثيقة الثورة بالواقع بتاع 13 حزب يرجعوا لأحزابهم قياداتهم، ف11 منهم يواجهوا بمعارضة عنيفة جوه الحزب. طبعاً. لأنه الخريطة اتغيرت. والشباب حتى داخل الفعاليات والأحزاب بقى دوره مختلف وبقى دوره مؤثر. ده صحيح. اللي مش هيتنبه لده بيكرر غلطة فظيعة اسمها تم تكرارها عدم الانتباه، لأنه حركة الشباب في المجتمع المصري وقوة الشباب في المجتمع المصري بقت مختلفة. ده صحيح. وبقت هي أحد العناصر المؤثرة والفاعلة في المجتمع. طيب بس هو كمان أنت لما تشوف الأحزاب اللي دعيت، مين دول؟ يعني ايه تأثيرهم في الشارع؟ مفيش غير بس العدالة والحرية ده، ولا العدل والحرية والوفد بس، والباقي كله. فده الناس ما كانش عندها ثقة في الأحزاب، عايزه ترجع ثقتها تاني. على فكره الناس بتقرف من الكلام ده ومش عايزه تسمع الكلام ده. لا يا فندم، زي ما كنت بتكلم مع حضرتك قبل الهوا على طول، قبل الفقره على طول، ان الشارع المصري حاسس ان الاحزاب السياسيه بعيده عنه تماما. طبعا خالص، يعني مش حاسس بيه. ما حدش حاسس بيهم ولا طبعًا. في برامج ولا في اي حاجه، وحاسين ان التركه بتتقسم. طبعا. فطيب خلينا نيجي لحاجه مهمه كمان يمكن اتكلمنا عليها، يمكن بقالنا اكتر من اسبوعين بنناقش مع ضيوفنا موضوع الاضرابات. ويمكن في اكتر من اضراب، في طبعا اضراب النقل العام، في اضراب المعلمين، في اضراب عمال الغزل والنسيج، اختلف اول اطباء، واختلفت الاراء حول توقيت الاضرابات. فراي حضرتك وتصعيدها ايضا، وتصعيدها مفيش حاجه اسمها توقيت. الاضراب حق مشروع، واحنا في حركه كفايه اول ناس اقتنصنا حق الاضراب ده فعلا. ولذلك انا هدافع عنه لغايه اخر لحظه، بس في المقابل ان لما اعمل اضراب تنزل وتتكلم معايا وتقول لي مطالبك ايه، وتديني جدول زمني لتحقيق المطالب. جدول زمني ده اللي عملناه مع المعلمين. ايه اللي حصل؟ يعني المعلمين كانوا عاملين اضراب قوي جدا، انا رحت شاركت معاهم لان انا اصلا معلم. فدخلنا عند السيد رئيس الوزراء ووزير العدل وقدمنا المطالب، بس انا طلبت طلب مهم جدا اللي هو الجدول الزمني. هو مطلب مصر كلها في كل حاجه. انا بقول لاخواتي المعلمين انه الذي حصلنا عليه ليس كل المطلوب، ولكن نص المطلوب، لان احنا بنمر بازمه ماليه شديده. هذا يتطلب ان احنا وده سبب نجاح اضراب المعلمين. ان هناك ناس راحوا اتكلموا باسمهم في النقابه المستقله، راحت تتكلم، يعني حاولت تتكلم، يعني في مندوبين بيتكلموا في المسائل تهدى. يعني مثلا بتوع النقل، السيد وزير العمل يقول لا تفاوض الا بعد فض الاضراب. ينفعش الكلام ده ازاي؟ خلاص ما ينفعش يا عمنا، ده انت مننا يعني. ما ينفعش تقول الكلام ده، فيروحوا الناس جايبين الاوتوبيس حاطينه في وسط الشارع الاصلاني. وده بقى هو ده الخطا البالغ. يعني انا لما ابقى متعاطف مع بتوع النقل ويقفل لي السكه بالطريقه دي ما بقاش معاه. ما فاض بيه يا فندم، ما هو هيعمل ايه؟ ما حدش يسمعه له برده. بس ما يقطعش، هو واقف ده صحيح. ده صحيح. وبكثافه عاليه جدا. ما تقفلش السكه. بس فكره التجاهل دي خلاص بقى، يعني التجاهل ان انا اوجه أستاذ. اروح لمجلس الوزراء والمجلس الوزراء واعرض مطالبي ومحدش يسمع لي خالص. استاذه، في ناس بتنتهز هذه الفرصه. ده صحيح. ويقول لك شوف الثوره عملت ايه. ايوه شوف صح، البتاع صح. يا ثوار ما ينفعش كده. طب نحل الموضوع ده ازاي؟ نحل الموضوع ده بانك انت تحل مشاكل الناس بجدول زمني. هم الناس ما عندهمش مانع. يقول لك انا هاخد مش عارف في بعد شهر كذا هعمل كذا وده اللي حصل مع المعلمين. ان احنا اشترطنا ان احنا عشان نعمل نوافق على الكلام ده جدول زمني، وفعلا استجاب السيد الوزير للجدول الزمني. في هم مش عاجبهم طبعا، من حقهم. بس انت خدت مكاسب فنهدى شويه بعدين نطلب مكاسب وهكذا.